يا السلام عليكم يا اساطير، معكم بي ان اي. اليوم رجعت لكم في فيديو جديد. قبل ما نبداو في الفيديو نحب نقول لكم اللي انا نقوم بتوزيع اكواد سكين السجين على قناتي في النيمو تي في. قناتي موجوده في الوصف. فيديو اليوم باش يكون كيف ما العاده لقطات جلد اسطوريه في الرنكات. ما تنساوش باش تحطوا لايك الفيديو وتشتركوا في القناه اذا مو مشتركين وتفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل جديد. كان معكم اخوكم بي ان اي. بترككم مع المقطع، مشاهده ممتعه. ولا اي اي اما ليه تعمل في اوتيل ولا في لايف ولا في حاجه تدخل الشيء الواحد بالطيب اللي جاي قالوا لي في الايميل شي تاع فاي هاي مشكله خليك عادي داف ثلاثه حبيت نجيك وزرو نمشي داتي تتقبع جبت لها بلاش امتي I
ثم شكون في الدار؟ اي بكون فوق. يوم ما خديت الشارع طاح مستوى كثير. ليش طاح مستوى؟ اوكي ناحية البلوكيرات ايزي مسبار. يوم ما دخلت الشارع طاح مستوى. ليش طاح مستوى؟ شبيكة فات فادي يا وشي تقول طاقة متاحة مش كنون ايكي ضربة الرعد على جنب. وراك 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 لا بس تمام شباب نرجع وقتاش كان طالع او باش يطيح ماشي طالع ايه مش انت مخلص ما عاد تطلع جبلة ماشي طالع بالسيف بالعرف مش انت حاطط التليفون كيف كيف حاطط التليفون كيف كيف ايه مو عندي برشا ما يلعبش ويسين في بالي عرفتك المزيك مستنسك كيف مقبل لا لا سيبتو كي تطبس طاول تطلع ماشي طالي ايه تعال بوستير يا يوسف محمش راج اف اف نعم بوزينك يا سامي سامحني مش مش يلعب يوزر ما كله ما مش مش يلعب رح عارفه إذا كان فهم عاشة وقل لكم شباب إذا حتى ما هو واضح أنا ولؤي والريز وفارس موجودين هذا اللي بقول لكم وصيت